الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا. وكتابك أن الفقه المنهجي وعين كجرني هبذي سيب هبة المشاع شيء مرقى شيء كلا كنح فافصن هبين ديسا حجدي يأدي الذي لود الإشتري بدليله كماذا حديث هاي نوصى الشيء با ما رواه مالك والنسائي وأحمد وحكى له حجاه لود الإشتري حديث مالك يا أنس يا أحمد يوريني عن عمير بن سلمة الضمري عن البهزي بهر بن لك هو عن البهزي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وابح يريد مكة يسوى دوري وهو محرم سوى محرمة حتى إذا كان بالروحاء ماشى روحاء الله إلى مره قصبنا إذا حمار وحشي عقير وابد ما يرفروا أيا قصب حي تيلا بقنا قوي فذكر ذلك اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله بارد الله شيء فقال ادعوه اسكتك فإنه يشك وحده أن يأتي صاحبه إنه صاحب كيما الدين فجاء البهزي نكى بهزي يايم هو صاحبه ونكيلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شأنك بهذا الحمار يعني قاتها دميرك معنا دمير فرق وقال اللوك تشيذا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يفري فقسوا بين الرفاق ذاتك مركة النبي قال للسعودية صلى الله عليه وسلم أيو قيبي إمام مالك بحديث ورينا هي إمام مالك بأن يعني النسائي بأسونا ورينا هي حديثك قالوا عنه وهذا الخبر صحيح وحو صريح وحكو عدي في سعة هبة المشاع شيء مشاع هبينتي أسعتان كذا إذ وهب الواحد للجميع من أيان أمان هبي وقالوا أيضا وعنه القسم من الهبة التمليك وملك السين والماء والملك يثبت في المشاع وخصقنا هذا كما يثبت سوء خصقنا هذا في المفرس المقصوم شيء قال لك رسوعي لقيبي بدليل صحة بيعه ويوحى أن صحي سئيم كيسا سحيتان كيسا وحكى الله عنه ماذا بدأ لي الشدين الرنطة حديث ما مالك النسائي أحمد أي ورين أيان عمير بن سلمة الضمري عن البهزي البهزي وزيد بن كعب السلمي أيال الله إلى هذا بهري بي مركا نستقد رأخل عليك وبهزي وعلي يا رسول الله محمد أياب حي سوى مكاو الصعودة محربة ده تروحا ميشا الله إلى مركا نقصونا إنبا وحان أرقني ده ميرفر وأمد ده ميردبديد لده وعيو ده بقنح الله شري نبي صلى الله عليه وسلم أيال الله شاكي dibeedna wuxuu leeyahay iskaga taga wax laga yaabaa oo dhawinu saaxiibkii iman doore ninki dhaawacay inuu iman doore laano ninka dhaawacay ee markaa boqor gooyay ba iska leh kaasu mamluugu yahay uu iman doore iska soo yimid ninka albahzi ayaa markaa yimin oo saaxiibkii nabiga sallallahu alayhi wasallam ayuu yimin deetre wuxuu leeyahay ku bi hada alhimar macnaa khudu bi hada alhimar himar wahshiga rasuulullah wadiya saxaabadu qaata دعت الرسول إلى هيا أبو بكر وح فرير وقيبيا دعت أدت في النبي جل سعد أيو قيبي من ذكر وح كلاي إلى ذي الهبة المشاعين أنصح يسوى حكرايا ينكو علايين وعلى القسم من الهبة التمليك وتشد الهبة اللي قال يوام ملك السين ملك يعني مشاعنا يعني شيء مشاعنا ملكية يرشى وقصق ما سيدا شيء مفرز أو مقصوم شيء لصعيو لك لقيبيا وقصق ميي ودوى لي من كريم لزوم الهبة بالقبض هذا هبة إلى كل أزمة يسقع عن كل جد وعلى العلماء ذو قدر كسوى مهم قف جي وحب حين ينا مهم بوي هاي هذيك لو وحب مو بحنن هبة القا عرض الهبة عرض يا هبة لا يكمل من ما يسترمه ولا يلزم من لازمه بمجرد الإيجاب والقبول كليا وانكوهبا يوان أقبالي بل يبقى عقدا غير لازم من قبل الواهب بل وحو نقول أن عقدا لازم أن حق واهبك حقيسا
أو فيعق الله وحا وبنانان يا رجوع بالهبه انه يكون نقضه هبه والتصرف يبي الموهوب انه كنت تصرفه ما دام في يده ما دام عندي سكسويه وعليك هذا كنت لصعوننا فلا يستقر ملك الموهوب شيئا موهوب كان ملك يسو للموهوب له سبحان ما إلا بعد القبض قبض الدبدي مويانا فإذا حصل القبض بشروطه الآتية مرك وحصره فقد تم عقد الهبة ودميسر مي وكمل ورك حامل نقضي وأصبح عقدا لازما بانو نقضي واستقرت فيه وحنا كسغناتي ملكية الموهوب لو كيلو هبي ملكية ديسو للعين الموهوبة عند اللي هبي ملكية ديسو كسغناتي وحيلين علماء عقد يهبادو وامدان دميسر مينين وان لازمينين إيجاب يقبول وان كوهبي يوان كاقبل كليا بل وحو نقول إياهون عقد أن لازم كأهين حق كنهبيي أو وحو بنانان إيسا إنو كن نقضو عيد كلاو هبيي إنو سيكال مركا وغو تصرفو إيبي أم عيد كلاسي أيو بنانان إيسا فيحق له الرجوع بالهبة والتصرف بالموهوب إنو هبا دي كن نقضو إيانو شيء كن تصرفو أبو ويو بنان تهي ما دام في يدي ما دام قاعد زي كتير أو نقف كي كلا وريجين كادن قص عننا الشيء جل له بيجي كيلو هبيجي ملكي سجلي مايو إلا بعد القبض أنتوا قاعد تقول دقي مويان بخي قف جو هبيين يا وين قف جو هبيين يا يلا هذا وان كوي بيجي كي كلا وان قبل يجي قدون وكي كلا كقدومه شيء قاعد هي بيسي هدا دون يسأين عند كسي شرتو أما أتسي هيسو ده وين قف قاعد هي بيسي ده كو إدما أما كو وكيشة أما كاكريا والد كان أنت بدن سياسة ليه شيء قاسان قف قاسي أنت نولا هين أنا هيسري مركان دين ثنا إسقاله وحسين ما هتاسي واتر دار هذا ودت كلو ويدين اما ليغي استعمالات بين ليتاي marka hadad wixibeenayso isdhaafi ijaab iyo qabool iyo iqbaad iyo qabdin ku sameen hada wax ilaa in sha wa qabd iyo gacan ku dhigidi markay xasisho bishruudi ilaatiya aqdigi hibad waa dhameystir ma waa buuxsabay aqdi laazimana uu noqday milkiyadi shay guna way ka baxday qofgi hibeenayay ki lo hibeenayay bay u baxday ودليل على الهبة لا تملك ملكا تاما إلا بالقبض وحاود دليل هبة إنا للملكين إن ملك دميسرا إلا قعن كل قد موياني ألي ما رواه الحاكم وصححه إسنادا حديث قوي يوم الحاكم ورين إسناد كي سلم صحيحية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة رضي الله عنها قال لها وحكيري إني أهديت إلى النجاشي بغر كي عادل كأي النجاشي حبشدا أواغن من مسكين وحلة وعنوه بأي وقيادة مسكية هي هي حلة دي اسكتوب وإني أنوك لا أراهم ما أبارك إلا قد ما تيروا دنتين مويان وعلى نؤم ملايين ونوارك إلا دنتين ولا أرى الهدية ومن أرك هدية دي التي أهديت إليه أنوه دي هدية إلا سترد إلا سعد دون مويان فإذا ردت إلي مركا لي سعد فهو لك أو لكنا أدي أيو كوسونا أما يدي كودين سوناد فكان كما قال ده تروح هذا السدي ويدي هلك النجاشي وهلك سمي فلما ردت الهدية تمرك إلى سعدي أعطى كل امرأة من نسائه وقية وقياد من ذلك المسك أيو كسي وأعطى سائره باقي سينا ومسلم أيوسي وأعطاها الحلة حلة ذي يسكتوكينا يدا أيوسي المستدرك حديث المستدرك بكل سوية فلو كانت الهبة هذه هبة أهان لها تلزم بدون قبض قبض يقع عن كل قد لا أنت هذه هبة لازم لها والهدية منها هدية هبة بيكمي تيسين هربا وصوم مرنية لما رضي صلى الله عليه وسلم كبرها للنقدين برجوعها إليه إلي وحي وهدية يوصل نقطه بل كان يردها إلى ورثة النجاشي بل وحو علين لها دحلة تويدي نجاشي
لأنها تعتبر من تركة حينئذ. مركها تركة دي سيوح نجاشكتها جي أي كم من دقال إذا هداي بدون قبض لازم يسو. فقبوله صلى الله عليه وسلم أقبلين النبي وأقبلين لردها سعلين تلقى سعلية حق نجاشي. دليل وعو دليل يهي على أنها هبادو أما هديه لم تثبت ملكيتها إن للمهدى لو كيلو هديه يوصقنان قبل قبضها قعن كدقي دي ذكر. وحي علماء ذو دليشدين مثل هذا إن هبادو قبض يقعن كدقي ما يسك لا أن يكون أنسحين. حديث حاكم وورين يا سنة كي سنة صحيحين رسول الله محمد مسلم مركو قور السدي أي وعكوي لوحن هذه أي بقر كعادل كهيا صحابة يوسف يجرودين ملك الحبشة وقيادة مسك هي حلد وحن نمرين يا عين الدنتين يا هدية داسنا ويجب حدا وحن مرك يا هدية دا أنو هدية أي مرك هدية الله إلى ودنتين للسعدين دهنو هدية للسعدية أنا أذيع على أمد بركين ناله دبتنا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يدي وادين تاي هدية دي ولا سعرية ولكن هدية دي لسعرية هنا هؤلاء كسود مركي سما وقيد مسكية أيوسية إندي صار يوم مسلمة أيوسية حلا دينا أيده أيوسية بركا وعي لا ينهبذ وهدي لازم إلى هيد أي واجب إلى هذا سبحان الله هيد قبض الآن هدية دنوي مكتن النبي صلى الله عليه وسلم سمينا وهدية إيه هدية نيوات الرسالة المانية بمعنى الهبة العام هدية يصدق دبوا سوسك رييني هدية بدون قبض كل لازم يسو رسول الله محمد خبرها لأنه قدين إن لو سوء اليوم بل هدية حتى لو سوء اليوم وحور الله هذا حلتو يدي نجاشيها لو عليو لأنه تركي دي سوى كم التووي واجب تبين نقول الله أقبلي دمرقا وأقبلي إن لسوء اليوم وحي دليلو تاي إن أني ملكية دي أصق من كان لو هبية نجاشية انت رجع عن تقولين ما رواه مالك في الموطأ وحكى له دليلا حديث جيسنا مالك ورني الموطأ عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وحيتين أن أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان نحلها جاد 20 وسقا من ماله إن لقيه لباتن وسقي وما من مالي بالغابة حوله يبيرتي وغابة كلها أي وحو كسيي إن لقى قويه لباتن وسقي فلما حضرته الوفاة مركي جاردي كسو حاضرتي قال وحري والله يا بنيت بنيت إن أنت إذين ما من الناس ددك أحد كمد ما أحب إلي حقيقة لوك القعيل بدي يغينا هذا النمو بعدي أنا قدوي منك هذا إذا هذا النمو إيما القبين النمو أنا قدوي أنا قد شعل حي أذيك مجرتو ولا أعز علي وحوق عدوك أذيك هاي فقرا فقر عدوك أذيك بعدي أنا قدوي منك هذا مجرو وإن أنا كنت وحلا نحلتك مثل سي جاد 20 وسقا لو أتم وسقي ما يلا قد شرع أيام كسي فلو جدتيه حدي أدمرك قوصا لحيد أو وحت جزديه أدمرك دي كوبي لحيد أدمرك دي لو ريجي لحيد كان لك لك كان لك أدو كسولا لها وإنما هو اليوم ما أنت مال وارث دحل حوله وي وإنما هما عدة دحل إسانا أخواك وأختاك واللبدا ذي ولال اللبا يلبدا ذي ولال الذي فاقتسموا على كتاب الله إلى كتاب سكو قيب صدق قال عائشة رضي الله عنها وحيت فقلت وحلي يا أبتي أبي أبي والله لو كان كذا وكذا هدوها إيا وحا أهان الله هدو حرف ربضان أهان الله لتركته ولقدت إليها إنما هي أسماء فمن الأخرى دي أرغو إننا نولا نهي أسماء بانو أقاننا إن تكالوا أيو فمن الأخرى فقال أبو بكر ذو بطن بنت خارجة صاحبة بنت خارجة وين إذا بنت خارجة
حبيبة بنته خارجة وحسيتي دي مر كان متكم مذا هيد إن أورك أي علاش بقولش دويم وراها جارية وحنا نمرني ولي بإنني نيتاي نحلها أعضها بلا عوض وعسية أيضا وحبد لانك قدرين وهي الهبة جاد 20 وصغا أي ما يقطع منه هذا المقدار وحقدر كان لقى قويه قدر كاسو ملا وح لقى شرو والوصغ مكيان وصغ يروى مكيان يوح الله ميسو أو يسع واسع نقول يلي ما يزن 140 كيلو جراما تقريبا ومكيال واسع نقول يميسانك بقول يا أفرت كيلو جرام ولحي وصغي ونواكي لحظة قصاعها بالغابة وموضع قريب من المدينة على طريق الشام غابة نوحوية ومال المدينة ودوا وضع الشام أعزى أشق وأصعب وكي هذا جاي واحتجز ديه قبضتيه وجعلتيه في وجعلتيه في حوزتك يعني هذا عنده قولي قليل يدد مركة حوزة هذه ملكة يدقرين لها يدبال وقتها ذو بطني الحمل الذي في بطنها وحلو قتش هذا المها علوش هذا كتش وراها جارية أظنها بنتا وحرم رينيا إنان نيتايم وهذا صريح كاسر وحكو عديهي في أن الهبة هبة لا تملك إلا بالقبض هبة إنا نقعن كود قدمو يسكره أولكم الكي آني جرين مثلا ذا هبة إنا رين لازم إنا نقعن كود قدمو يعني مرلوات وحيو دليشان أثر كإمام مالك وكوورين أي موطع عايشة أي كسو ورسي أبي هذا أبو بكر الصديق أحد الخلفاء وحي الله أبو بكر الصديق أي وحو السيي أو يعني بلا عوض وكسيي دول مركا دول بيرادة غابة ما شاء الله إلا وكلها أيو الله تنوسقي إن لقى قويو يعني أيو مركا ملوه دي وحي كويا ليسي مركا أي وفاد يا جاري دي كسو حاضرتين أيها وحكون إن أنت إذي والله إنا نجري نقف عن غريني بضى بضى يوكل قعيل بضنا يقف يقدم بيوغني عيدان ويوكل قعيل بضنا هاي ونديها هاي نمجرتو عيدا يكادك دا يكادر عندها يفقرنا أنا يضى بضى أذي يمجرو يعني عيدا أنا قد شعر إيدا بضى إنا يغني نقطه عيدا أنا بضى ونبعا إنا يفقرتها وأذيها وحنا نكسي اللواتا وسقي ميان لقد شرعيا نكسي دي هداد قوصان لحيد او عاد كوبي لحيد بمعنى قعانتا عاد كوبي لحيد واد ملكين لحيد دي ماد قوصانين او قعانتا كوبي لحيد واتري لا مانت كولاسو قده انا واري روان سعودا مرها داي حالة دا كولاسو قده انا سيدا كوبي انتو مال وارثين ومال دحالة ويا دحالة مالكي وي عدة وحكولا دحالة يسانا ولا بويله ولا لتين يلا بحب لوط ودوا محمد ابن ابي بكر الصديق يا عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق ولما لو جهدا عيد ابن وي ودخلس الى لبا حاسو قبي سبب بنت عميسيو يا حبيبي بنت خارج ايات جوغي وحو جهدا ابن وعد كدخلسا ويل نيمو يا عبد نيمو فخاسه وحي تري كتاب الهي كو قيبسد بوني عيشة واحدة لأبوي هطوح بضانا هلا وابو قتقي لهاي ديانو أصبه ومبان قرانا ياتين كلا تشيكي سواتي وبكر بابو عري واوين إذا حبيبها بنتو خارجة وأورك عروش كسد ولي واحنا مرينيا إنان إني سدو واتاتي كلا كوشيكي يا ابو حديث قاني وعقو عادية مركا إنان هبادو عانيم أنسحا إنن إلا قعان كودي قدمو يساسا وبكر ورما يسنع haddii shay gaaran ku siiyey goosan lahayd oo qaadan lahayd adaa yeelan laha marse hadii aanad goosanin oo aad gacantaada aan u gelin maanta ay geeridaydu soo gaadho waa xoolo dhaxal abuu jim warawa malikun aydan wuxuu warinaya anna umar ibn khadab radiyallahu anhu qaal wuxuu ma baalu rijalin haq arinkoodu muxuu yahay yanharuna abnaahum inamadooda siinaya nahlan siin thumma yumsikuna hadaytana haysanaya فإن مات ابن أحد مدكود إن كيسو حدود انتو قالوا حري مالي بيدي لم أعده حوله إيانا قعنتو قايسو عدما سينن وإن مات هو أي غرب على الموت هدو يسي ودو أذر لمشانا قالوا حري هو لابني قد كنت أعطيت إياه
هاو إنا كيغا أيان هروسي من حالا نحلا قفقا وحبحين بحيا فلم يحزها الذي نحلها أن مركا كوبين ورقعان تكودين كيلسي حتى يكون إلا وهذا إن ما تعدود انتو لورثتي ورثي سايوس مراريسو فهي باطلة باطل ويانو اللي مفلين أيو وحكى روعني ماذا أيد ليشدين أثر كروي ما مالك السورين أيو عمر بخطاب لقورين أيو وحاولا يهي عمر بخطاب أوعري محاي رك حالة دوت حاي رك باع رورتو ذا انت يحول سيان حتى رك عندك واي صنية او اني وحسيين باي سقدي قيان حدنا ضغدي يا عريس ايغو كو هيا وخيين اي بخيان ما دونيان دين عيني وح بخيان باي وغا دغيان حدنا وخي باي غانتا كو هيسريان حدي مركا ميد كودين ان كي سي وحسي اي ودينتو وخورنيا وا خولها يو غانتا سوري كو اسيدا ما سين اني كاد ودينتو وخورنيا تي وا خر وا خوري غانتا كو اسرو عيدا ما سينين وين مات هو أي قرب على الموت حضرة أسباب الموت وأي قنبي هدي مرجع جريدي سيكوسون واتو سكرادنا وحورنا يا هو اللي ابني حوله لينك هاي قال قد كنت عديت إياه استجى أيان هرمسي يبورنا يا مركا ردة حيل دعاء أي عمر بخدام مركا كحر أقصيهين او عدون يا قفقة حداد وحسي سقع عندها كغاها إننا سيوك ورجسيو ملكيو حدي أدسي صوت هدرق عندها كغاها يسطرة دي وحبا ما تسينين سيد رادد بوحي الله يبين ايو إن دي قعنت اللوق اللي يأيتها وانا نواركي دوانا يو قيبا بضان بيك هالي دوانان بل أبادك وحسين تودا إيين ايتا عدالت مركاين لو سبا ايو وانا نواركي دوانا يحون كيذا ee adrisiyeen soo socda ayaan ku arki doonaa marka saacuur waxa uu leeyahay qofgii wax bixiya ee aanu gacanta ku dhigin aanu koobinkii la siiyay ila marka hadda intu ka dhimanayo ay warasadiisu ay yeelato shaygi intu ka dhimanayo warasadii marka ay waadho fiye baatila yaani bixintaas waa mid baadilahu la furineen mar hadda uu gacanta ku hayo ila intu dhimanayay oo de warasadii marka ay u xisaabsan tahay فهي باطلة مركا وحب حندي ساسي ومد باطله المركا وحب كتشرين شروط القبض شروط ده دواق عن كوريدة حتى يصح القبض سوى أن سعوة تلزم الهبة أي لازمت لابد من تحقق شروط فيه شروط أيها الغمارباني يحقق وهي شروط أسرة وحي إذن الواهب كان يبقى وين إذنه يشترد لسعة القبض وحلو اشترد أن يكون بإذن من الواهب كان بإذن كيسين يكتب هذا فلو قبضها الموهوب له كان له يهدوك عنده قوله قبل إذنه لم يصح القبض ما أنصح أيه ولم تتم الهبة لما يصير ويسو ولم تلزم من اللازم يسو أي تبقى وحي هانيسا ملكية الموهوب وحي باقي هانيسا للواهب ويضمره الموهوب له بقبضه وكضمانية بغير إذنه ويشترط وحنا الله الشرطية أن يكون الإذن بالقبض صراحين ويهين أو يقبض الواهب الموهوب وائن موهوبا له موهوبا وائن بيده للموهوب له عن قليا سواء كان ذلك في مجلس عقد الهبة هيا أم بعد وهيا وسواء كان الموهوب في يد الموهوب له هيا أم لا ما أهننا فلو قبضه بلا إذن صريح أو إقباض إذا صريح يسوي نجرين أمجع عنجلين ويسوق عنجل يهدان نجرين لم يصح القبض ما أنصحيه ولو رأى ذلك الواهب هبا أركو أو وسكت عنه هبا كعام السيو هبادو وين نغن نري وحاو الشردية قبضي وانا أرغني مركا اسكوا فقسيهين خلافاتي أفرطا سين مكادي كواركيني أبو بكر إي عمر با الأئمة الثلاث أحمد موية صدح الإمام كان جمهور الفقهاء ويسكوها فقسيين حتى قبضي قاسي شروط بولي قعن كوريكي داسي قعن كوريكي دون ليس قعن كوريكي يماها
waxay leeyahay si qabdigu waa saxo hibaduna ay u laazimto waxa laga marmaana qabdiga iyo gacan ku dhigaas shuruud buu leeyahay shuruudasi inay xaqiiqo wado shuruuda ka waxa ka shaygi waan ku hibeeyay buu yiri waan gudoontay baa tiri waa ijaabkii qabuulkii gacanta ku dhigna waa inuu kala iga gudoono gacanta igaga dhig haduu ku yiraahdo shayga halka yaal baan hebel uu ku hibeeyay waan aqbalay inta daqaaqdo inaad iska qaadato iskala baxdo maya waa inuu kula weliba gacantana igaga dhig بإذن الواهب وحا شرط يا مركا إنو قفقا واهبكا إيساقو إذنو إذا شيء عن تقولي قفقي لو هبا إيهم با إيساقو أنو إذن من بك عن تقولي ما أنصح يا قبضي غاسي هبا دينا مرد ما يصير ما يسو من اللازم يسو شيء ملكي دي سيا لحنشي سينا كي هبا إيه بك عن تقول جرتا كان إسكا قاتل وا إسكا قاتل بلا شحي تويي شيء وقاتل هدو إمكا وحكان نقدم روكادي كا كربحو ديوغو مقدبايا لأنه ده إذن قعنته وقمور ديجين هدو سيدن قعنته وقود يقول مركو الدلد لما ريه شاي وكنع وكبر برو شاي سيدن كبر بريوي هدي كل مركو رأي إذن لانكو قاتينا قف جيبو مقنبايا وحكا لو الشرط يا إذن كاسينو يا صراحة هذا العدوى إنو كي هاي هذا العدوى إنو لا دائي قدون أما إقباد إقباد كنا أو يقبض الواهب أما كواهب كاهي وإنو قعنته وقال يا شيء الموهوب كا كيلو هبي إيجا قبوا ولا هبلو قبصوا أما هو شيء بده وقليا أما ماشي عقد يا هبل وكذا عي هلا شو أما أنت عاق مجلس العقد قد ما ذي هاهاتو حتى هدو شيء جن لهبين يا قف الله هبين يا جعنت كتشرو وينو إلى هذا إمي كجعنت يا جدك لأنه جعنت وهين تهرا وهيي دي أما أمانة يحيد أما كراء يحيد جعنت وهين تهرا لو كفتو بمايو وينو إلى هذا هرد يا أمانة هم بعد يجوا هيسي أما كرا هم بعد يجوا هيسي أما عريان حدا أنكو إذ ما هي بدي حق إذا قعدت كذا وينو إلى هذا أو قبضي يعني النقطة قعد كذا حق مركه هي بين تام هذو إذا صريح يسوع نجري إذا معد أما قعد وقلنا وكيه بيجي قعدت وقل يا أنا يجري إن قبضي قاسمان صحيح حتى هذو أركي يكن هي بيجي يسوع شيء قاضنا يا أو كأن بصو مر هذا إنه هذا العد كورن إني جدون mar hadaanu isagu gacanta u gelinin qabdiga iyo gacanku dhigidaasi may ansixin marka qofkii wax hibeynayo waxa laga marmaan ee ijaab iyo qabri aad tiray qofkii waan ku hibey waan ka aqbalay haddana aad tiray iga gudoono igala wareeg haduu ku dhiibanayo ama aad gurigi ku sii jiraysaa ama shaygi aad haysanayso inankaaga oo kalad wax siis xaaskaaga aad wax siis walaalkaaga aad wax siis waxaana doonaysaa wixii aad sii haysato intaad dhooshahayba si oo ku wareeji oo gacanta u geli كدي واحد تلا أمانة هن أن كوجو ترون كوجو هاي مركا ساسي كوان صحي سامركا لكن إن تانو لا هين أنا هاي سنية مركا عند إن تانا عادي قاله وهم ما تسينن درس قال كاين وجو والله أعلم.